الرحمن الرحيم. ينطلق الشوط العشرين للقعدان الصعوب المفتوح. نرى هناك على المركز الأول شاهين محمد بن صباح النعيمي، ولكن نرى دخول من بديع سالم بن حمد بن حفيظ، ولكن نرى هناك في المركز الثالث هناك شاهين غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري، وفي المركز الرابع حامل رقم 2 صيحان محمد النعيمي. ولكن دعونا نرجع إلى بن حفيظ، نرجع إلى بديع سالم بن حمد بن حفيظ، يا السلام. وفي المركز الثاني نرى هناك شاهين محمد بن صباح النعيمي، ولكن دخول هناك شاهين محمد هناك مصيحان عفوا محمد النعيمي، يا سلام. النعيمي وابن حفيظ المعركة طاحنة بين النعيمي وابن حفيظ، ولكن يتقدم مصيحان محمد النعيمي. وفي المركز الثاني نرى هناك بديع سالم بن حمد بن حفيظ، والمركز الرابع الثالث عفوا نرى هناك حامل رقم خمسة شاهين غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري، ولكن السلامات للنعيمي مالك مصيحان، يا سلام. النعيمي وابن حفيظ، ولكن خلونا نروح مع النعيمي خط النهاية، يرحب بالنعيمي وابن حفيظ، ولكن دعونا نرى من حامل المركز الأول. نرى تانينا والناموس لحمل رقم 3 بديع سالم بن حمد بن حفيظ، وفي المركز الثاني كان مصيحان محمد النعيمي، وفي المركز الثالث شاهين غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري. تهانينا والناموس. نرى التوقيت الزمني 1:46:38 جزءا من الثانية.